قلبك ما بيتحركش لجلال ربنا. يا ويلك يا ويلك يا اللي الليل والنهار وتعاقبهم ما بيخلوكش تسبح بجلال الله. فويل للقاسية قلوبهم. يا ويلك يا اللي لما بتسمع القرآن كأنك ما سمعتوش، كأن لم يسمعها. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أسوة القلوب، أسوة القلوب دي لها أسباب كتير قوي يا جماعة.